جينا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. شوية رز تكلفتهم 3 تعريف. رز مصري هنطلع منه لونين ازاي، ولكن البطل هنا والطعم والشخصية سمنة البلدي. خلي بالك في الكلام اللي بقوله. معانا حبان ومعانا ورق لورا ومعانا فص من القرنفل ومعانا قرن فلفل وبصلاية خضرة صغيرة. بصل أخضر يا شيف؟ خليكي معايا للآخر بس ومش عايز فلسفة. ومعانا كمان معلقة سمنة بلدي، والرز حبة وحبة متحمر وجاهز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أنا عايز أعمل شوية رز دلوقتي حبة وحبة، وفيهم اختراع. معلقة سمنة حلوة وأنت قاعدة في البيت كده، إيه هتعملي شوية رز؟ لا تقولي لي بقى رز بشعرية ولا رز معمر ولا رز اللي هو بالخلطة ولا الجو اللي إحنا عارفينه ده. تكلفة بسيطة أهو، معلقة السمنة الحلوة دي كده على ما تدوب نحط الحبهان عليها والورق اللورو، تقوم السمنة تاخد طعم التوابل دي، ألحاها مباشرة بالبصلاية الحلوة دي كده زي ما هي كده. ايه العبرة يا شيف انك تحط هو ده؟ خليكي معايا ودوقي بقى، ودوقي وقولي لي رأيك فيه. وادي القرنين الفلفل دول كده، تفتحها فتحة كده ما نسيبهاش للآخر، ونحطهم هنا كده ونقلب دول مع بعض. اختراع. ونقلب، ننزل بالرز اللي هو متحمر حبه وحبه ونقلبهم. طلع نزل هو رز، بس اعمليه بالطريقه دي مش هتقولي عليه رز، هتقولي عليه اختراع المغازي. بس لازم يكون عندك بقى هنا ايه، شوربه فراخ، شوربه لحمه. ايه يا شيف الكلام ده؟ ما انت لسه قايل التلاجه فايقه ورايقه، مفيش لا فراخ ولا لحمه. ولا يهمك يا ست الكل، انت معاك الشيف المغازي. في حله على النار بتغلي، الحله دي فيها شويه ميه، بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ثوم. والميه دي تغلي على النار كده لمده 10 دقائق ساعه، مفيش مشكله. هتاخدي شويه فليفر جامدين جدا فيهم طعم الخضار. عندك عظم فراخ طلعيه من التلاجه، عندك عظم لحمه طلعيه من التلاجه. شفت الرز خد لون تاني ازاي؟ وخد طعم. انا الفكره عايز اوصله، انت كده كده واقفه في المطبخ بتعملي شويه رز، هل الموضوع ان انا كلفت نفسي وفكرت ان انا اضيف حاجه جديده ده كلفني حاجه؟ لا كلفني مجهود ولا كلفني فلوس ولا كلفني حاجه. كلفني ايه؟ فكر. كلفني حب، شغف، حب للمطبخ، حب ان انا عايز اعمل شويه رز مختلفين، كلتهم عند حماتي، كلتهم عند ماما، كلتهم في مطعم، انا اعملهم بطريقتي الخاصه بالتاكيد هيكونوا مختلفين. ادي الرز لونه اختلف، عجبني قوي القرن الفلفل القرنقوطي ده رايح جاي، البصليه الخضراء اللي قطعتها وحطيتها في قلب الرز اكيد هتدي طعم مميز، مع معلقه السمنه الحلوه، الحبان والورق اللورو مع معلقه السمنه الحلوه. حلو، هنحط شويه الملح بتوعنا، نظبط الطعم يا عم الشيف. عندي يا اما شوربه فراخ يا اما شوربه لحمه زي ما قلت، يا اما بوكيه جرنيه على النار بيغلي اهو، تعملي كنترول في الملح. الرز كده مع بعضه اختلط زي الفل يا عم الشيف. نبدا نحط العيار بتاعنا من الميه. اللهم صل على النبي. ادي الميه. ده الموضوع مختلف. ده المطبخ. هو المطبخ ان انا اروح بقى احمل العربيه من اي سوبر ماركت وادفع لي فاتوره 3 4000 جنيه 5 6000 جنيه حاجه توهم بجد والله، واروح البيت مش عارف اتغدى ايه، اروح البيت مش عارف اتعشى ايه بجد. لا انا شوط الرز دول مع طبق سلطه خضراء والله العظيم واقسم بالله احلى غدا. تاني اقول اهو، طبق الرز ده مع طبق سلطه خضراء معمول بحب، في بصل وفي طماطم وفي جرجير وشويه سبايسي، وكل الاكله دي هتدعيلي. ما فيهوش بروتين يا حاجه؟ في بروتين، ما هي السمنه البلدي بروتين حيواني، في نشويات، الرز المصري بتاعنا ملك النشويات والكربوهيدرات. ما فيش فليفر وطعم، صلي على الحبيب قلبك يطيب، ده الشيف المغازي اخترع طعم هنا. وسيبيهم على النار يغلوا. والمثل الشعب عمور قال ايه؟ قال لك يا ابن الحلال اطلع الرز يستوي. في العادات العربي كده لما نكون قاعدين بنتكلم ونتحكم مع بعض ونحكم في قعده عربي، يقوم الكبار يقول لك يا ابني يا حبيبي
اتقل على الرز يستوي، يعني اتقل ما تتكلمش كتير. هنغطي الرز ده ونخليه على نار هاديه.